هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء للعشرة النجوم. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث الانطلاق، حيث التحدي. منصور منصور محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا شعاره، يحتل الصدارة في هذه اللحظات. يقدم لنا منصور منصور مع المركز الأول ومع الصدارة، تقود الأبكار الثنايا في هذا الانطلاق الكبير وهذا الانطلاق المميز. بينما القادمة والحاضرة أتابع حربة أحمد بن سعيد بالمر السبوسي، هو القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع عوايد عبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة الشامسي، يقدم عوايد في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القادمة والحاضرة. المركز الرابع في هذه اللحظات والحاضرة بروج سهب بن محمد بن علي بن فرج العرياني، يقدم شعاره. المركز الخامس القادمة صبا عبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة الشامسي، قادما بشعاره والحاضرة. مع المركز السادس القادمة والحاضرة تابع هذه الأسماء وهذه الشعارات، أحضرت وتقدمت هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، وأيضا القادمة أتابعك حال سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، هو القادم في هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. أيضا القادمة الذيبة هي القادمة، سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يقدم شعاره. بينما المركز العاشر القادمة اقتحام سعد بن عنزان العنزان النعيمي، هو القادم في هذا التحدي الكبير. نعود من جديد بعد النداء الثاني إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، إلى منصورة 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 مع المركز الأول في هذه اللحظات بقيادة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يقدمها مع الصدارة ومع المركز الأول بهذا التحدي وهذا الانطلاق الكبير بشعارك يا الشامسي، الشعار الذي لا يخفى على الجميع، شعار منصورة. بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة وتابع حربة هي القادمة أحمد بن سعيد بالمر السبوسي، يقدم لنا شعار حربة حربة مع المركز الثاني، تتقدم بشعار في هذه اللحظات أحمد بن سعيد بالمر السبوسي. المركز الثالث القادمة بروج سيف بن محمد بن علي بن فرج العرياني، هو القادم. بينما المركز الرابع أتابع هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، هو القادم، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا هجر. مع المركز الرابع المركز الخامس الحضور والوصول أتابع القادمة صبا هي القادمة عبد الله بن سعيد بن سلطان الشامسي، يقدم شعاره ويقدم صبا. صبا هي القادمة، هي القادمة في هذه اللحظات. صبا صبا وأيضا القدوم الذي
قريبة هي القادمة. سعيد بن خلفان بن كراز السبوسي يقدم لنا شعار قادم بكل قوة. أحضرت الأسماء وأحضرت الشعارات والقادمة عناوين. محمد بن ناصر المشيط المري هو القادم في هذه اللحظات مع عناوين. أيضا بن رشيد قادم والقدوم من الظبي. علي بن سالم بن علي الدرعي. بدأت المعركة يا اخوان، بدأ الصراع، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. منصورة منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا شعاره ويقدم منصورة مع الصدارة ومع المركز الأول. ما زالت تتحكم بالثنايا الأبكار مع المركز الأول ومع الصدارة. حرب قادمة، حرب حاضرة. أحمد بن سعيد بالمر السبوسي هو القادم مع حربة. وحضرت أيضا بروج سيف بن محمد بن علي بن فرج العرياني هو القادم. والقادمة هجر أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيب النعيمي. الله على هذه المعركة، الله على هذا التحدي. الفوز وين؟ ما بين حربة، ما بين منصورة، ما بين هجر. الله يا هذه المعركة. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. حربة غيرت واستلمت زمام الأمور. أحمد بن سعيد حرب مع المركز الأول في هذه اللحظات. أحمد بن سعيد الجنيبي يقدم حرب في هذا الانطلاق وهذا التحدي مع حرب. حرب مع الصدارة، حرب مع المركز الأول. ولكن بن حضيبة قادم مع هجر. أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي يقدم لنا شعاره، قدم لنا هجر. هجر هاجرت إلى الفوز، هاجرت إلى الناموس. هجر يا بن حضيبة يقدم لنا شعاره، يقدم هجر. وحرب قادمة، حرب قادمة بشعار الجنيبي وأيضا منصورة. والقادمة مبشرة سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي. ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن على هجر وأداء هجر الكبير بن حضيبة وشعاره. أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي هاجر إلى الفوز، هاجر إلى الانتصار. سلام يا السوان، سلام سلام للسوان بن حضيبة وهجر. تاني للناموس المركز الثاني شعار بن رشيد. أوصلت سلام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الرابع أوصلت حربة أحمد بن سعيد بالمر الجنيبي. والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس مبشرة سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي. اذا تهانينا والناموس لمالك هجر. هجر هاجرت الى بوابة الانتصارات والنواميس بشعار احمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي. توقيتها الزمني ولحظة وصولها 12 دقيقة 45 ثانية ثلاثة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثاني كانت متابعينا الكرام 12 توقيت والزمن 12 دقيقة 47 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. وكان الشعار سلام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث توقيت والزمن 12 دقيقة 48 ثانية جزء وحيد
من الثانية، وكان الشعار متابعنا الكرام منصورة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نصل بكم الى انطلاقة شوطنا السابق.